فور دخولك إلى هذا المكان ستبهرك الألوان التي تمازجت على جدرانه لتعكس لوحات فنية والمركز العالمي للفنون في دبي. بدأت حكاية الفن في عام 1976 حين اجتمعت سيدات مغتربات في زمن كانت تعد به دبي أكبر بقليل من بلدة صغيرة، وأظهرن القليل من مهاراتهن الفنية. Started as a community art center, we want to continue as a community art center to serve people here in Dubai as a center where artists can come together and paint, and also for a lot of people who are interested in the arts to come and learn and exhibit. That's what we continue, that we want to continue to do that. Like that, we offer a lot of workshops to corporates as well from here. المركز العالمي للفنون أصبح اليوم وجهة لكل من يملك موهبة فنية وحرفية، حيث يفتح أبوابه أمام الموهوبين ليجمع شمل فنهم، فكل من يملك الموهبة يتوجه إليه ليتعلم الرسم على الحرير وعمل مجسمات للنماذج البشرية والنحت وصناعة الفخار وزخرفة الأسطح بالورق والحفر وتصميم الأزياء والحلي وأعمال الخزف والمنسوجات. I mostly make magical things like dragons and centaurs, but I also make real things like just faces and stuff like that. I don't think that I'm going to be a professional artist, but I think that I am going to do sculpture in my spare time because I love it so much. ولا يقتصر عمل المركز على المحترفين أو الأجيال الشابة، فهو يستقطب أيضا الأطفال من أعمار مختلفة، محاولا أن يفتح لهم الطريق نحو عالم الفنون ويسكل لهم هذا الجانب من قدراتهم الفنية، ويشكل لكل قاصديه من المبدعين منصة لعرض أعمالهم الفنية ويشكل لهم العتبة الفنية الأولى في حياتهم.